يوسف بالقاسمي، المدير العام لشركة سونار جيس المكلفة بإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، قال إن المغرب على استعداد تام لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، وهذا الشيء اللي تعلن عليه رسميا اليوم. وأضاف بالقاسمي في تصريحات إعلامية أن استاد الملاعب غتحتضن هذا العرس الكروي القاري، وهي طنجة، فاس، أكادير، مراكش، الرباط والدار البيضاء. وقال المتحدث نفسه يوسف بالقاسمي أن الملاعب غتكون جاهزة في 31 دجنبير 2024 من أجل استقبال أعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. إذن هادشي اللي قال في تصريحات إعلامية المدير العام لشركة سونارجيس هذا الصباح. إذن هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو. تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.